هل تخيلت يوما أن تستيقظ لتجد نفسك على ارتفاع مئات الأمتار فوق سطح الأرض؟ وهل فكرت كيف سيكون منظر العالم من الأعلى؟ ماذا لو علمت أنك تستطيع أن تصل لارتفاع 600 متر خلال دقيقة واحدة؟ لكن هل يتجاوز برج جدة الطموح برج خليفة الأعلى في العالم؟ أم أن هناك ما يمكن أن يعيق ذلك؟ فما الذي يجري هناك يا ترى؟ وهل يكون برج خليفة ذو 163 طابقا هو السقف لتطلعات البشرية في الارتفاع إلى الأعلى؟ وما هي قصة برج جدة في صراعه إلى الأعلى؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في حلقة اليوم. أهلا وسهلا بكم في قناة معرفة في 5 دقائق. إذا كنت جديدا معنا في القناة اشترك الآن ولا تنسى تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كنا قد تساءلنا قبل قليل، هل يكون برج خليفة ذو 163 طابقا هو السقف لتطلعات البشرية في الارتفاع إلى الأعلى؟ وما هي قصة برج جدة في صراعه إلى الأعلى؟ تجيب المملكة العربية السعودية عن هذا السؤال في برج جدة، أحد أبرز مقترحاتها ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تطور اقتصادي يقلل الاعتماد على اقتصاد النفط في المملكة ويضمن الاستدامة المالية للسنوات القادمة. ولتحقيق هذه الرؤية بدأ العمل الدؤوب في المملكة لتدشين مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية الضخمة في شتى المجالات وفي مختلف المدن، فأقيم أكثر من 80 مشروعا ضخما سيشكل علامة فارقة في تاريخ المنطقة وأبرزها برج جدة الذي سنروي قصته اليوم ونجيب بعضا من التساؤلات التي تحوم حوله. فما هو دور البرج في رؤية 2030 ولماذا تم إنشاؤه؟ يشير تقرير من صحيفة ليزيكو الفرنسية إلى أنه مشروع غير عادي بالفعل، عقاري ومعماري بامتياز تهدف منه المملكة لتسليط الضوء على قوة اقتصادها ونفوذها الإقليمي والدولي. لقد طرحت فكرة المشروع للمرة الأولى في عام 2007، ثم مر بمراحل عديدة من التخطيط والتفكير والتحديات، كان أهمها عام 2008 عند اختيار مكان المشروع الذي شكل تحديا كبيرا نظرا لضخامة البرج والمشاريع المرافقة له، فقد تسبب موقعه الحالي بتقليل الارتفاع المرجو له، حيث كان مقررا أن يكون ارتفاعه 1.6 كيلومترات، ولكن فحص التربة للموقع تسبب في تقليل 500 متر من ارتفاعه. ماذا يعني ذلك؟ هل فقد البرج بهذا اللقب أعلى برج في العالم؟ المفاجأة أن البرج ما زال محافظا على هذا اللقب، فبالرغم من تقليل ارتفاعه إلا أنه سيتجاوز ارتفاعه 1000 متر، بينما يصل ارتفاع برج خليفة الذي يعد أعلى برج حاليا إلى 828 مترا. وفي تصريح للأمير الوليد بن طلال وهو أحد أهم الداعمين لمشروع برج المملكة، يقول إن أهداف المشروع تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في غالبية مناحيها، إذ يهدف إلى تحقيق أجزاء رئيسية لهذه الرؤية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، فهو سيعمل على خلق بيئة تنموية مستدامة وبنية تحتية سياحية وطنية وسقف مناسب لأكبر شريحة من المجتمع ويتيح فرص عمل للسعوديين. ولكن هل تعلم أن فوائد البرج الاقتصادية قد بدأت بالفعل بالظهور قبل الانتهاء منه، بل منذ البدء بإنشائه؟ حسناً، هذه هي الحقيقة، فبرج المملكة الضخم الذي يعمل على تنشيط السياحة وإنعاش اقتصاد المناطق المحيطة به قد وفر في عملية إنشائه فقط أكثر من 30,000 فرصة عمل، وفتح الأبواب أمام المستثمرين والشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المنطقة المحيطة بالبرج، وبذلك بدأت فوائده الاقتصادية تهل على المملكة منذ وضع حجر الأساس له. مع هذا الارتفاع الكبير واجه البرج مزيدا من التحديات، فبين عامي 2008 و2009 كان المشروع في موقف حرج مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ كان محتملا أن يلغى المشروع بسبب هذه الأزمة، ولكن العمل استمر ليتم اختيار المعماري أدريان سميث عام 2010 ليصمم هذا البرج، واعتمد تصميمه في عام 2011. ماذا يحتوي برج المملكة؟ قد تتساءل الآن، ما الذي يمكن أن يكون موجودا في مساحة مبنية ضخمة كهذه؟
وفي ارتفاع يتجاوز 1000 متر؟ حتما ستجد الجواب في السؤال التالي: هل جربت أن تعيش في مدينة متكاملة ضمن بناء واحد؟ نعم، مدينة متكاملة بشكل حرفي، فبتكلفة 1.23 مليار دولار وارتفاع يقدر ب 252 طابقا وعلى مساحة 530 ألف متر مربع، تتوزع المرافق السياحية والاقتصادية للبرج المطل على البحر الأحمر، فقد خصص منه مساحة قدرها 2.5 مليار متر مربع للمناطق السكنية و 150 ألف متر مربع لمناطق تعليمية، كما يضم مناطق خاصة بالتسوق تقدر مساحتها ب 470 ألف متر مربع، ومناطق أخرى مخصصة للمكاتب التجارية بمساحة قدرها 800 ألف متر مربع. أما المساحة المتبقية من الأرض فستكون مخصصة لمناطق سياحية وترفيهية وللفنادق ذات 4 نجوم مع منتجع سياحي راق. ما الذي يجعله مميزا عن بقية الأبراج العالية في العالم؟ بالإضافة إلى كون برج جدة سيحقق أعلى ارتفاع مبني في العالم على مر العصور، يتخذ البرج شكلا ثلاثيا فريدا بواجهات منحدرة من الخارج، ذلك لم يعطه تميزا في التصميم فقط بل يعزز عامل الأمان والسلامة في المبنى. هل يمكنك أن تتخيل ما علاقة هذا التصميم بالأمان؟ هل يحيل لك الشكل المنحني للواجهة مع الارتفاع الشاهق بشيء؟ حسنا، فكر في هذا. ألا تشعر بقوة الرياح الضاربة عندما تصعد إلى مكان مرتفع؟ ألا تزداد قوة الرياح كلما ارتفعت عن الأرض وابتعدت عما يحجز الرياح عنك؟ هذه مشكلة عظمى يعالجها تصميم البرج ذو الواجهات المنحنية، فهي تقلل من أضرار قوة الرياح في الارتفاعات الشاهقة والتي تتسبب بميلان المبنى وحدوث الاهتزازات، فينتج عنها الكثير من التصدعات والمشاكل الإنشائية إن لم يتم أخذها بعين الاعتبار في التصميم. ولذلك فإن التصميم المنحني للبرج يرفع من عامل الأمان والسلامة لمستخدم البرج، ولأن التصميم المعماري وحده لا يكفي لتحقيق السلامة في المنشآت الضخمة، فإن للبرج نظاما إنشائيا متينا يتكون من 500 ألف متر مكعب من الخرسانة وما يقارب 80,000 طن من الحديد. هذا الهيكل القوي يمد مستخدم المبنى بالشعور بالراحة والأمان، ويمكنهم من الاستمتاع بالمنظر الخلاب للواجهة البحرية والإطلالة مترامية الأطراف. ولكن هل يكفي المبنى أن يكون متيناً إنشائياً ليجذب الزوار؟ بالطبع لا، فهناك عامل سهولة التنقل والحركة في المبنى وعامل الناحية الجمالية، فلأجل تحقيق سهولة الحركة تم الاتفاق مع شركة كوني لصناعة المصاعد والسلالم المتحركة لاستخدام أحدث المصاعد التي تعمل بتقنية ألترا روب المتطورة لتكون الأسرع والأعلى في العالم، وهي مصاعد مزدوجة مقصورة تزيد سرعة نقلها العامودي عن 10 أمتار في الثانية، وبذلك تصل إلى ارتفاع 660 متر ب52 ثانية فقط. أما من الناحية الجمالية فسنجد أن برج المملكة سيكون محاطاً بمناطق ترفيهية ممتعة ومناظر خلابة مصحوبة بقناة مائية هي الأولى من نوعها، فتعكس بشكل بديع واجهات المبنى المكسوة بألواح زجاجية يبلغ عددها أكثر من 31,000 لوحا زجاجي، وبجانبهم إضاءة مميزة لواجهة البرج والتي ستمده بأشكال جمالية خاصة تبرز في ساعات المساء وفي الليل، مع عروض الليزر والإضاءة الفاتنة التي يمكن أن يشاهدها القاسي والداني بفضل ارتفاعه الشاهق. ثم ماذا؟ ما الذي حصل للبرج؟ مع بلوغنا لمنتصف عام 2020 وهو العام الذي كان مقرراً افتتاح البرج في أواخره، إلا أنه من الملاحظ أن العمل على البرج واجه تأخيرات عديدة، إذ تم البدء ببناء البرج في مطلع شهر إبريل عام 2013 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من أعمال البناء الأساسية. ورغم ذلك صمد هذا البرج حتى وصل في فبراير عام 2018 إلى إتمام 66 طابقاً منه، وفي مارس عام 2019 أوضح الأمير الوليد بن طلال أنه تم الانتهاء من ثلث البرج، كما صرح عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية المالكة للمشروع في منتصف 2019 بأن الشركة تواجه تأخيرات في مشروع برج جدة ترتبط بالمقاول وتعمل على حلها سريعاً،
شاركونا في التعليقات، هل يكون برج المملكة هو الحائز على لقب أعلى برج في العالم؟ ما رأيكم في هذا النوع من المشاريع الضخمة؟ لا تنسوا الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس لمتابعة حلقاتنا أولا بأول. نراكم في الحلقة القادمة.